يعتبر الأردن من أكثر الدول اهتماماً بالصحة، حيث يتبوأ مرتبة متقدمة بالنسبة للإنفاق على الرعاية الصحية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشمل هذه النفقات رفع مستوى المرافق الصحية والمعدات الطبية وتوفير فرص تدريبية للكوادر المهنية في مجال الخدمات الصحية والخدمات المساندة، مما ينعكس إيجابياً على تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين أيضاً. وتعد وفرة الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة أحد أهم قوامات تطور السياحة العلاجية في الأردن، حيث يصل عدد الأطباء في المملكة إلى ما يزيد عن 35,000 طبيب أردني. ما شاء الله، يعني مستشفى الأردن والمركز الطبي هو مستشفى أكاديمي ضمن أعلى المستويات بسعة 350 سريرا، وهو أكبر مستشفى أكاديمي خاص في الأردن. يشتهر طبعا مستشفى الأردن بتمييزه في جميع مجالات الطب وكادر الطبي المؤهل تأهيلا عاليا، حيث تدرب معظمه في أمريكا وأوروبا ويحملون أعلى الشهادات الدولية في مجالات تخصصهم. ويوفر المستشفى طبعا خدمات طبية متخصصة عالية تقدمها فرق متعددة التخصصات، حيث يعتبر المؤسسة الطبية الخاصة الوحيدة في المنطقة التي تجري عملية زراعة الكبد، ولديها سجل ممتاز في زراعة الكلى للبالغين والأطفال، ويعترف بقسم القلب على المستوى الإقليمي بكونه رائدا في العمليات المتقدمة والحديثة للقلب والأوعية الدموية. ويوفر طبعا مستشفى الأردن أيضا جراحات عيون متقدمة ومتميزة، وجراحة التجميلية والترميمية، وجراحة العصبية وأمراض النساء وغيرها، مما يجعله طبعا مستشفى عريقا ومعترفا به في المنطقة. حتى نعرف أكثر عن مستشفى الأردن، متشرف باستضافة الدكتور محمود خطاب المدير الطبي لمستشفى الأردن. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير دكتور، نورتنا. يسعد صباحك وصباح المشاهدين جميعا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. إحنا سعيدين بوجودك معنا دكتور. أكيد إذا ما نبلش الحديث معك أكثر، خلينا هيك بالبداية نحكي عن مستشفى الأردن بشكل عام، ونحكي عن تطور القطاع الطبي بالأردن بشكل عام، وإيش دور مستشفى الأردن بما يخص هذا الموضوع. تمام، يعطيكم العافية ويسعد صباحكم مرة تانية. أهلا وسهلا. مما لا شك فيه أن القطاع الطبي يعتبر من أهم الأعمدة الأساسية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبدأ تطوير القطاع الطبي منذ إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية، ولا سيما عندما قام جلالة الملك الحسين رحمه الله بتأسيس الخدمات الطبية الملكية. صحيح. حيث كانت نقلة نوعية ورائدة في المجال الطبي وتقديم الخدمة والرعاية الطبية، ولا سيما أنها قامت بالعديد من العمليات التي كانت تجرى لأول مرة في المنطقة. نعم. مما أعطى دفعة وسمعة جيدة للقطاع الطبي الأردني. حلو. واستمرت هذه المسيرة بهمة أخصائيين اختصاصيين كما ذكرتم، مؤهلين ومتدربين في أحسن مراكز العالم. واستمرت هذه المسيرة حتى أنشئ مستشفى الأردن في عام 1996، والذي أخذ على عاتقه حمل راية الخدمة والقطاع بالقطاع الطبي، ليكون منارة تقصد من قبل طالبي الرعاية الطبية. فمنذ اليوم الأول لإنشاء مستشفى الأردن وضع أمامه ونصب عينيه هو تقديم والرقي في الخدمة الطبية والجودة في الخدمة الطبية على أعلى مستويات على مستوى العالم كله، والتميز في جميع التخصصات. فالحمد لله رب العالمين نجحنا، ونأمل أن نستمر بهذا النجاح بأن نكون قبلة لكل طالبي الرعاية الطبية من المرضى المحليين الأردنيين ومن الإخوة العرب وحتى من الأجانب في مختلف دول العالم. يعني احنا بنشوف مرضى من دول أجنبية وغربية. صحيح. بيجوا بيطلبوا الرعاية الطبية في مستشفى الأردن. نعم دكتور، هذا بوصلني لسؤالي اللي هو قديه في دور لمستشفى الأردن بالسياحة العلاجية، قديه بتأثروا في هذا الموضوع، قديش لكم دور في تحريكه؟ بداية احنا نفتخر بأنه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني افتخر بالقطاع الطبي، أن الأردن بحسب ترتيب مؤسسات مستقلة تعتبر الأولى عربياً والخامس عالميا، وهذا صحيح. فخر لنا. ونحن في مستشفى الأردن نأخذ النسبة الأكبر في هذا القطاع منذ تأسيسه. في يعني احنا اكثر في اكثر المجالات كنا المقصد من قبل الإخوة في فلسطين. نعم. وكنا المنفس الأكبر للمرضى الفلسطينيين والجرحى الفلسطينيين، المرضى اليمنيين والجرحى بالأحداث الأخيرة. صحيح. المرضى العراقيين، الليبيين، السوريين،
وكان نسبة تتجاوز الأربعين إذا لم تكن 50% من مساهمتنا في القطاع الطبي الأردني، والحمد لله. الحمد لله. وهذا يعود على التميز والجودة في تقديم الخدمة الطبية، ودون المساومة على نوعية الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. حلو هذا الكلام. هذا أهم شيء. أهم شيء دكتور. طب دكتور، يعني أعتقد الانطلاقة اللي قامت فيها مستشفى الأردن فيما يتعلق بالبرامج الجراحية من زراعة الكبد والكلى، يعني ونجحت نجاح هائل خلينا نحكي، هذا أكيد كله بيأثر على القطاع الطبي الأردني بشكل عام. كيف ممكن يأثر، وأيضا كيف ممكن يأثر على المستشفى الأردن بشكل خاص؟ بداية كما ذكرت، فكرة تأسيس مستشفى الأردن أن يكون مركز متميز متكامل. إحنا نقدم الخدمة الطبية المتكاملة، فلذلك إحنا تقريبا بنغطي جميع المجالات الطبية في جميع التخصصات. وما يميز مستشفى الأردن أن كل تخصص وكأنه أنشئ هذا المستشفى ليكون مركز في هذا التخصص. ففي جراحة القلب وكأننا مركز متخصص في زراعة القلب. نعم. في الجراحة العامة وكأننا مركز متخصص في الجراحة العامة. والحمد لله هنالك نخبة من الأطباء المتميزين القائمين على هذا المستشفى، اللي بسببهم بعد توفيق من الله تكللت جهودهم بإخراج هذه التجربة بهذا النجاح. وبالمناسبة عمليات الزراعة هذه لا تأتي بيوم وليلة زي ما بيحكوها، يعني صحيح. هي نتيجة تعاون أكثر من فريق طبي. زراعة الكبد هنالك فرق من الجراحة، فرق من الباطنية، فرق من التخدير، فرق من العناية المركزة. مزبوط، صحيح. وزراعة الكلى كذلك من الباطني والجراحة، هي تجميع وتعاون خبرات من خبرات مختلفة، صحيح. لإنجاح هذه. فنتيجة الزراعات والمراكز الزراعية وزراعة الرئة، احنا عندنا مركز كمان في جراحة الكلى الرئة بالتنظير عن طريق الثقوب، بسموها مينيمال انفيزيف سيرجري، ثقب او ثقبين صغار، واحنا رواد فيها بهالموضوع هذا والحمد لله ما شاء الله. تمام. طب إذا بدنا نركز شوي على زراعة الكبد دكتور، يمكن هذا موضوع يمكن تتفوقوا فيه ومعروفين فيه، احنا الوحيدين من القطاع الخاص. نعم، وبتنافسوا على مستوى عالمي كمان. نعم. كيف قدرتوا تحققوا هذا الشيء بزمن يعتبر قياسي يعني بالآخر؟ الحمد لله. احنا بدأنا برنامج زراعة الكبد في 2003. نعم. وأنا أفتخر بأني عضو في تيم زراعة الكبد، أنا في فريق زراعة الكبد مع نخبة من الأساتذة الكبار. وببادئ الأمر تم الاستعانة والتعاون مع أحسن مراكز في العالم من ألمانيا. نعم. وفي إخواننا في مصر في بادئ الأمر، والحمد لله مع التطور أصبحنا نعتمد اعتماد كامل على أنفسنا في زراعة الكبد. إحنا القطاع المستشفى الأول والوحيد في القطاع الخاص. حلو. إحنا كنا مع الخدمات الطبية، ولكن تعرف الخدمات الطبية ليست قطاع خاص، يعني صحيح. في زراعة الكبد وأجرينا تقريبا 200-220 عملية زراعة كبد بنتائج مكافئة إذ لم تكن أفضل مقارنة مع أحسن مراكز العالمية. حلو. وبأعمار مختلفة. نعم. والحمد لله. الحمد لله. أكيد. طب دكتور، إذا بدنا ننتقل لجانب آخر ونتحدث عن مستشفى الأردن وكيف أصبح متخصص بالجانب التعليمي، خلينا نحكي من خلال على مستوى إقليمي، يعني صراحة من خلال التعاون مع جامعات وأسماء جامعات عالمية وأسماء كبيرة، يعني أكيد لحتى يخرجوا ويدربوا أطباء يكونوا مؤهلين بشكل كامل لينطلقوا لسوق العمل ويكونوا أطباء محترفين. هي تكمل للرؤية الذي أنشئ عليها مستشفى الأردن بتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية. من هذه الأسس هي الاستمرارية، وللاستمرارية يجب توفير كادر متجدد لحمل هذه الراية. فركزنا على التعليم المستمر لضمان جودة خريجين على مستوى عالي من المعلومات الأكاديمية والتدريب المهني لضمان جودة الخدمة الطبية. فمن منذ إنشاء المؤسسة مستشفى الأردن من تقريبا هنا أسس بال96 بال98 حصلنا على اعتمادية المجلس الطبي الأردني، حصلنا لإعطاء البورد الأردني في كافة التخصصات الجراحة والباطنية والنسائية والأطفال والتخدير، وثم حصلنا على اعتمادية المجلس العربي للتخصصات.
بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية. إحنا عندنا تعاون مع جامعة جورج واشنطن، جامعة تكسيدو، جامعة تليدو، جامعة إغلاسكو. نعم. وهناك تبادل ما بين الطلاب والخريجين من مستشفى الأردن وخريجين الجامعات الأخرى. أنا باللحظة اللي بحكي معكم فيها إحنا عندنا تقريبا 30 طالب وطبيب من أوروبا الغربية والشرقية. يعني موجودين الآن في مستشفى الأردن بتوقف تدريبهم على المستشفى. هلا في الوقت الحالي اللي بحكي معك فيه أنا هناك تقريبا 30 طبيب وطالب طب في مستشفى الأردن عن طريق التبادل التعليمي. حلو. وأنا إحدى الناس من استفاد بالتبادل التعليمي مع جورج واشنطن. حلو. يعني أنا رحت عن طريق جورج واشنطن من ضمن هذا البرنامج وتبادل الخبرات. مهم كتير. مظبوط دكتور، كمان سمعنا أنه في علاقات ما بين مستشفى الأردن وجامعة ابن سينا كمان في التعليم الطبي، خبرنا شوي عن هذا الموضوع. هي أول جامعة خاصة يمكن مختصة في التعليم الطبي. نعم في الأردن. نعم. هي جامعة ابن سينا أنا بعتبرها الثمرة لهذه المسيرة. نعم. إحنا كما ركزنا على نوعية الأطباء حبينا نرجع شوي خطوة في تأسيس الأطباء عن طريق التعليم البكالوريوس. فنبدأ تعرف إحنا في المجتمع الأردني كل حاب يكون ابنه دكتور. صحيح. بغض النظر وين كيف. فلضمان جودة التعليم ونوعية التعليم لا سيما في الوقت الحالي أصبح من الصعب السيطرة أو المراقبة نوعية التعليم اللي بحصل فيها في مختلف دول العالم بالظروف الاقتصادية والعالمية المختلفة. صحيح. فإحنا ارتأينا بإنشاء هذه الجامعة بأرقى مستويات التعليم والتجهيزات وبأعداد مقبولة علمياً جداً لضمان حصول الطالب على المعلومات بالطريقة الصحيحة وبالنوعية الجيدة. حلو. وبالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية وبأهم شيء بإشراف وزارة التعليم العالي الأردني. يعني أنت ابنك بيروح تحت انت ضامن تحت اشراف التعليم العالي. صحيح. تمام. جدا مهم يعني هذا الموضوع. وهذه اساسيه، العدد بيكون نسبيا مقارنه بالجامعات الاخرى العدد بيكون محدود واقل مما يضمن تحسين في اعطاء المعلومات بجوده اعلى وبضمان تدريبيه اعلى. حلو. وبالمناسبه احنا كجامعه المنهاج من هارفارد. حلو. المعلمين يعينوا من قبل جامعة جورج واشنطن. نعم. وبإشراف يعني التعليم مستوى عالي جدا. مستوى عالي جدا أكيد طبعاً. دكتور يعني من لما بلشنا الحديث عن مستشفى الأردن وإحنا بنحكي أكيد يعني يتميز مستشفى الأردن بالرعاية الطبية المتكاملة، كيف حقق مستشفى الأردن هذه يعني الرعاية الطبية المتكاملة وماذا يسعى إلى تقديم الأفضل؟ يعني إيش اللي بيقوم فيه المستشفى حاليا لحتى يقدم دائما الأفضل بالمجال والقطاع الطبي؟ بداية منذ تأسيسه كان الهدف واضح لمؤسسي هو التركيز على النوعية والجودة بغض النظر عن أي شيء آخر، وكان سعيهم إلى تجميع نخبة من الأطباء في جميع التخصصات، وهذه شغلة مميزة. صحيح. يعني أنت بمستشفى الأردن معظم إذا لم يكن جميع التخصصات أو العمليات أو الإجراءات الطبية التي تجرى في الأردن تجرى في مستشفى الأردن، والحمد لله بكفاءة وبنسبة نجاح عالية جدا. هذا من اليوم الأول لإنشاء هذا المستشفى. ولضمان الاستمرارية تم متابعة أحدث الأجهزة التشخيصية والحصول عليها، الأجهزة العلاجية. إحنا في بتقريبا بال 97 98 جينا روبوت للجراحة الدماغ. نوعية الأجهزة، نوعية الاتصالات مع الجامعات وتبادل الأفكار وتبادل المعلومات وتحديث ورفض هذا المستشفى بالدم النشط الفريش بلود من الشباب الجداد خريجين أمريكا. صحيح. وخريجين بريطانيا واستقطابهم لاستمرار هذه المسيرة. هذا المهم طبعا، لأنه إحنا الأمور خير الأعمال أدومها وإن قل. صحيح. فإحنا بهمنا الاستمرارية الاستدامة، ومن هنا جاء تركيزنا على الاعتماد على التعليم. صحيح. التعليم الأكاديمي والتعليم التدريبي حتى نضمن جودة الخريجين من عنا.
صحيح. واكبر دليل على حكي احنا الحمد لله رب العالمين صرنا مخرجين تقريبا 450 طبيب ما شاء الله، والنسبه الاكبر منهم الان في دول عربيه مجاوره يشار لهم بالبنان، واللي بالاردن الحمد لله اثبتوا جدارتهم ما شاء الله، لانه متدربين وانا احدى الناس منهم، يعني متدربين على ايدي اخصائيين مختصين مهرة، والحمد لله. الحمد لله. يعني شكرا دكتور كثير لك لوجودك معنا اليوم، احنا سعيد. جدا فخورين بمستشفى الاردن، وان شاء الله دائما يضل يعني المستشفى الموجود من اوائل المستشفيات الموجوده على خارطه الطبيه العلاجيه، خصوصا في الاردن والسياحه العلاجيه موضوع جدا مهم، وحضرتكم كمان طبعا تتفوقوا في جميع هذه المجالات من كوادر من المستشفى من كل شيء. شكرا كثير لك. يعطيكم العافيه ونتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا دكتور مره ثانيه. مشاهدينا